هي الخليل ويكفي أن نقول لها يا ليت أن جميعا من دواليها. هي الخليل التي خطت وثيقتها بأحرف من دماء مصليها. هذه مدينتي، وهنا الحرم الإبراهيمي الشريف، وبالجهة المقابلة هناك حرم آخر، وهو حرم جامعة الخليل، والتي سطع نورها في مدينة الخليل، وذلك وفق حاجة ماسة لهذا النور. ومن المعلوم أن مدينة الخليل ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبيا، والتي تبلغ أكثر من نصف مليون نسمة. والدافع الأكبر والأعظم لشد العزيمة وبناء الجامعة وجود الفقر والاحتلال الذي عمل على قتل الروح العلمية وطمسها، وبالتالي جاءت هذه الخطوة لقهر الاحتلال والنهضة بالمجتمع. رؤية وتصميم وتخطيط كانت واضحة ومبلورة لإنشاء أول جامعة في فلسطين تصعد ببنائها الشامخ وتقدم الخدمة لأبناء فلسطين وعرب الداخل. فقد ترسخت فكرة هذه الجامعة في فلسطين على يد الأب سماحة الشيخ محمد علي الجعبري. ومن الآباء إلى الأبناء انتقلت راية العلم، فجاء الدكتور نبيل الجعبري ليكمل المسيرة العلمية. والنواة الأولى كانت كلية الشريعة في العام 1971، وكان ارتباط اسمها بكلية الشريعة الإسلامية منذ نشأتها أحد العوامل التي صرفت اهتمام الجهات الأجنبية من الدول المانحة عن تطويرها. ومن هنا بدأ الطريق بنا يسير لبناء عدة كليات أخرى، حيث تلاها كلية الآداب في العام 1980، ومركز البحوث الأكاديمية في العام 1985، وإنشاء كلية العلوم ومدرسة الجامعة في العام 1986. وفي العام 1987 تم إنشاء كلية الزراعة. وانتفضت الجامعة بسواعدها لتؤسس مركز الإرشاد الزراعي وكلية التمويل والإدارة وكلية التمريض